انا عاوز حضرتك بس العمده اكتر ادراكا في القضايا المتعلقه بليبيا. تفضل. البعض قال ان ابراهيم العريبي واحد من الناس اللي موجودين في هذه المنطقه من القبائل الموجوده في هذه المنطقه، ايوه هو اللي عمل القصه دي، عشان عمه سليمان العريبي هو الواحد من الذين تم توقيفهم وصدور احكام بحقهم، وان ابراهيم العريبي ده له علاقه ما بالاخوان المسلمين وشيء من هذا القبيل. يعني طبعا ساعات الكلام ده منافي تماما للحقيقه، لكن بيقول في احنا غرفه اسمها غرفه عمليات الثوار، دي انشئت بمعونه من قطر ومتواجد فيها اخوان مسلمين. لا 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 لا، طيب انا بس عاوزك لا سعادتك، الموضوع انت ادرى مني، فعشان كده انا بطرح على حضرتك. انا سعادتك بنفي فعلا ما ورد على احد المواقع الالكترونيه بهذا الشان، لان كل ما في الامر ان هو مجموعه ناس مصطاد راح يصطادوا الصقور، فحد بهم الامر ان هم دخلوا الارض المصريه. الجزئيه الثانيه اللي هي فعلا او غرض صدور بعض الليبيين، وطبعا ساعتك تعلم ان دلوقتي في ليبيا الامن عندهم يعني ما هوش بالقدر الكافي، او المؤسسات عندهم مؤسسات السفر يعلم ما لسه في حاله تاهيل او في حاله بناء. اللي اوغر صدورهم ان في بعض ناس كبار السن في هذه المجموعه وصدر بحق احكام، يعني هم في نظرهم دي احكام جائره. فمن هنا كان فعلا الوازع بالنسبه لهم عايزين يعني يعملوا اي لفت الانتباه للحكومه الليبيه، بحيث ان الناس دولت ناس كبار وناس يعتبروا مرضى، وبالتالي الحكومه الليبيه اللي بتحرك ساكنا حيالها ولا المواطنين.